خش يا معلم علي تعالى. الزوايا بتتزرع 3 وزنات، وزن على السيب بتاعها كده، ووزن من الجنب من هنا هنا تمام، ووزن من الجنب التاني، 3 وزنات معاك الزاوية، الثقة بتتزرع 3 وزنات خلاص. لا معلم علي وتاخدها وش، وبعدين ترجع تحط عليها دي كده ميزان تاني. جاهز يا معلم علي. خش يا معلم علي تعالى. الزوايا بتتزرع 3 وزنات، وزن على السيب بتاعها كده، ووزن من الجنب من هنا هنا تمام، ووزن من الجنب التاني، 3 وزنات معاك الزاوية، الثقة بتتزرع 3 وزنات خلاص تمام. إذا تمام بحركة وأبدأ شغل. خلصت شغلك، هات السفنجة وفخم فخم على العمل كده. خلي الزاوية تتحدث عن نفسها. فخمنا من تحت، نطلع نفخم عليها من فوق. ضخم على عملك يا فنان. خش يا حاج علي. الله ينور. ايوه نجيبه. خش يابا تعالى. حته تفخيم على شغلك كده يا كبير. وبعدين يا عم علي مش بقول لما اقول لك تعالى صور تعمل لي فيلم واغنيه. ما فيهاش، ما ينفعش يا محمد، لازم الفلوس. انا مقبضك. لا اله الا الله. قبضنا حق الشغل، اهم حاجه حق التصوير. يلا صور يا عم علي. اهو خلاص خلاص اهو يا جدعان، ده عمود اهو سويتين من الجنبين، موزعين من شوال ويمين يا عيني ومن فوق ومن تحت. واهم حاجه يعني ايه؟ النظافه في الشغل. ماشي يا معلم. نظفت هتلاقي الدنيا حلوه، ما نظفتش هتلاقي الدنيا معاك حاجه معاك. ما تيجي تفرد بقى تلاقي رايش وبلاوي تقعد تدعدع بالشاكوش وتبوظ الزاويه. يا عيني يا عيني، اهم حاجه الكلمتين دول معاك يا حاج علي. نظفت تفرد شويه المونه وشكرا، 5 دقايق تلاقي العمود خلصان. بس كده الصلاه على النبي. وبعدين الزاويه السلك افضل من الجيبس عشان الناس تبقى عارفه برضه. ما تاني يلا يا عم.